وللمزيد من التفاصيل والمتابعة عن هذا الخبر ينضم إلينا الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد. يعني بداية وبعد التحية، نتائج إيجابية تظهرها المؤشرات العالمية بشأن كافة القطاعات التنموية، إذا ما هي قراءتك لهذه النتائج؟ طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مساء النور. طبعا هي قراءات جيده جدا للمؤشرات، وبالذات هي مؤشرات متنوعه اللي فيها يخص التنافسيه، واللي فيها بيخص تطور في مجال البنيه التحتيه واداء الاقتصاد بصفه عامه. فطبعا انا شايفه القراءه الارقام دي قراءه جيده. برضو ده شيء طبيعي نتيجه للاصلاحات اللي تمت في اكثر من نقول من اكثر من مسار خلال الفتره اللي فاتت. فشيء طبيعي ان احنا يبقى في او الاقتصاد المصري في الريدنجز بتاعتنا او القرايه لمجموعه من المؤشرات اللي بتعكس التطور في قطاعات معينه او في انشطه اقتصاديه بعينها، يكون في اختلاف ويكون في نقول ايه مركز افضل عن السنوات السابقه. طبعا الحاجات دي بتبقى مشجعه للاقتصاد بصفه عامه، وبتدي يعني بتدي رساله برضو فيها ان الاقتصاد ماشي في وضع افضل من خلال اللي هو المجهودات تاني قلنا والاصلاحات اللي تمت في مسارات كثيره جدا، في القوانين، في القرارات، في الاصلاحات الهيكليه نفسها اللي بتتم الاقتصاد ككل. فكل الحاجات دي شيء طبيعي جدا يكون نقول ايه الانعكاس بتاعها ان احنا مصر بتتحسن في اداء تلك المؤشرات. المؤشرات دي بتكون احيانا مهمه جدا، ان انا لو عندي بالذات في الوقت اللي احنا فيه والنتيجه برضه الظروف العالميه اللي احنا فيها والازمه العالميه اللي احنا موجودين فيها او الازمات العالميه نتيجه الظروف اللي مر بيها العالم خلال الفتره السابقه، فبرضه المؤشرات دي بتكون جيده ان هي برضه بتدي صوره كويسه الى حد ما على الاقتصاد المصري، بتدي كده يعني نقول قرايه سريعه على الاقتصاد المصري وان حصل تطور، انه بيحصل في تطور. فده شيء بيبقى مشجع وشيء جيد ان احنا ندي صوره جيده على الاقتصاد وعن ادائه في قطاعات مختلفه. نعم، هل هذه المؤشرات أو دلالاتها قادرة على تغيير الصورة الذهنية خصوصا عند الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب؟ طبعا هو أي مستثمر أجنبي لما بيجي يشوف الظروف الاقتصادية في دولة ما، هو طبعا أول حاجة بيبص عليها بيبص على رأي الهيئات الدولية في اقتصاد الدولة، وبيبص على مؤشرات كثيرة جدا بالذات لو بنتكلم على مؤشر البنيه التحتيه وتطورها، ده بيبقى طبعا مهم جدا بالنسبه لاي مستثمر. وفي مجموعه من المؤشرات كمان بتقيس جوده الطرق. لو احنا حبينا نخش اكتر في موضوع البنيه التحتيه، واحيانا جوه البنيه التحتيه كمان بتبقى في يعني مؤشرات اخرى بتقيس جوده الطرق والربط بين شبكات الطرق المختلفه، ويعني عايز اقول ان اي مستثمر ما بيجيش اي بلد يستثمر فيها الا ما بيكون مبدئيا عنده قرايه او عنده تحليل جيد جدا عن اقتصاد الدوله، وجزء من التحليل ده طبعا بيكون جايبه من المؤشرات دي او جايبه من اراء الهيئات الدوليه بصفه مبدئيه. نعم. حاجه ثانيه بقى دلوقتي، هو طبعا تقدمنا في مراكز متعدده في اكثر من مؤشر، ده شيء كويس وشيء مشجع للمستثمرين في ظل ظروف عالميه. برضو ثاني طبعا احنا الازمه بالذات الاخيره اللي هي خاصه الحرب ما بين روسيا واوكرانيا دي برضو خلت مستثمرين كتير على مستوى العالم بيعيدوا حساباتهم، او نقول ايه الفلوس بتبقى شويه بيحصل لها كده هولد لاي مستثمر عايز يتحرك لاي دوله. بالتاكيد ان احنا بس في مصر ان احنا ننشر وان احنا برضو يبقى في عندنا مجموعه من الاصدارات اللي دايما بتتكلم على الاقتصاد المصري، ده بيكون عامل برضو مساعد بحيث ان احنا برضو نتخطى الازمه دي. وإذا كنا لسه عايزين نتكلم أكتر عن الاقتصاد المصري، وإذا كنا لسه عايزين أو بندور على مستثمرين لضخ أموال للاقتصاد المصري بالذات. نعم. في الوقت الصعب اللي احنا فيه، هو على فكرة الوقت الصعب اللي احنا فيه هو دي ظروف عالمية، دول كتيرة جدا بتواجه نفس الظروف اللي احنا فيها. تاني نعم. احنا عندنا هي زي ما احنا عندنا يعني هي أزمات، أو هم بصراحة هي مش أزمة، يعني عندنا مجموعة أزمات عالمية من أول كورونا لغاية احنا من عندنا أزمات. نعم، عالمية وضحت الصورة. نعم، شكرا جزيلا وعذرا لضيق الوقت الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد.